أسعد الله صباحكم. اليوم الأربعاء، الساعة الآن 8:20 صباحا، وأنا ساهر وسأسجل لكم هذه المحاضرة عن غدة البنكرياس. تصوروا مع الموسيقى الهادئة غدة البنكرياس. الحقيقة غدة البنكرياس هي غدة هادئة مختفية، تختفي خلف البريتوان الجداري الخلفي، فهي كما يسمونها ريترو بيريتونيال جلاند، يعني غدة خلف البريتوان الجداري الخلفي في البطن. وأنتم تعلمون أكثر مني أن غدة البنكرياس هي مزدوجة الوظيفة، يعني هي غدة صماوية داخلية الإفراز حيث تفرز الإنسولين والجلوكاجون، وهي أيضا خارجية الإفراز حيث يكون ضمنها القناة البنكرياسية التي تصب على الناحية الأنسية من القطعة الثانية من الاثنى عشري أو العفج. وكما تعلمون مفرزات البنكرياس الرئيسية هي التريبسين والأميلاز والليباز، هذه المفرزات الخارجية. سوف نتابع بعد قليل الشرائح المرتبطة بهذا الموضوع. طبعا هذا الموضوع مرتبط بمقرر الجراحة 2. إذن كما أشرنا قبل قليل، أمراض البنكرياس الجراحية وتدبيرها. طبعا هناك أمراض بنكرياس لها علاقة بالطب الداخلي كالتهابات البنكرياس، وقد يكون أحيانا هناك أسباب جراحية لحدوث التهاب البنكرياس الحاد. لابد من الدخول بموضوع التشريح. The pancreas is situated in the retroperitoneum. It is divided into a head which occupies 30% of the gland by mass، يعني بالوزن 30% وبالحجم، and a body and tail which together constitute 70%. إذن المجموع 100% head, body and tail. If we look at the anatomy, we just look at the pancreas. This is the head, this is the body, and here are the tail of the pancreas. You can see the splenic artery, which comes off the celiac axis of the superior and posterior part of the body of the pancreas, ending in the spleen. Also, we can see the portal vein. It consists of the splenic vein and the superior mesenteric vein, which they are both passes retropancreatic vessel. وطبعا منشوف ال inferior mesenteric vein join the splenic vein. مجموعة هدول كلهم يسوون لنا البورتال فين. النقطة اللي لازم نفهمها انه احنا جميع الأطعمة اللي بناكلها واللي تمتص عبر الأنبوب المعوي تذهب عبر البورتال سيستم إلى الكبد. إذا لا يوجد علاقة مباشرة ما بين الدوران العام سواء كان الوريدي أو الشرياني وما بين الدوران
الوريدي المعوي الفيسرال اللي له علاقة بالأحشاء ضمن البطن. معنى هالكلام هذا انه احنا شو ما بناكل حيمر بالأول على الكبد ويتم استقلابه وتحويله لأمور أخرى في الكبد، ثم يطرح في الدوران. لا يوجد علاقة ما بين البورتال فين والإنفيرور فينا كيفا. البورتال فين يدخل إلى الكبد في سرة الكبد عبر البورتا هيباتيس التي تتشكل من القناة الجامعة الصفراوية common bile duct، ومن الهيباتيك artery اللي هو branch of the celiac axis and the portal vein posteriorly. هدول بيشكلوا لنا السويقة الكبدية البورتا هيباتيس. لما يدخل الدم الوريدي القادم من الأمعاء الدقيقة فهو يدخل كدم وريدي، ولكن هو الدم هو رافد للكبد. بعد ما بيدخل على الكبد ويتم الاستقلاب، يخرج الدم الوريدي من الكبد عبر البوست هيباتيك فينز. نشوفوا الرايت كدني اللي هي والطحال، والليفت كدني هي بوستيريور او ريترو بيريتونيال اورجان، ما هي والرايت كدنيز. اوكي، شوف هون الليفت يوريتر والرايت يوريتر. هلا اذا اخذنا مقطع عرضي او افقي، حنلاحظ انه في عنا كما كنتم شايفين هون، عنا في عنا سكشن 1 سكشن 2 and سكشن 3. هلا للامبريولوجي البادي اند ذا تيل اوف ذا بانكرياس جنينيا بيتشكلوا من منطقه، والهيد اوف ذا بانكرياس بيتشكلوا من منطقة أخرى. وفي عنا هون الأنسينيت بروسيس اللي هو قطعة من الهيد أوف ذا بانكرياس. إذا طلعنا هون على المقطع حنشوف إنه في عنا هون السوبيريور ميزنتريك آرتري اللي هو برانش أو أنتيريور برانش أوف ذا أبدومينال أيورتا، إذا السوبيريور ميزنتريك آرتري، وعنا السوبيريور ميزنتريك فين، وهون عنا البانكرياتيكو ديودينال ارت. اذا قلنا نحن انه السيلياك اكسس حيعطينا ثلاثه فروع اللي هي ليفت جاستريك ارتري والهيباتيك ارتري والسبلينيك ارتري. هلا الهيباتيك ارتري بيعطي برانش اسمه الجاسترو ديودينال ارتري، الشريان المعدي العفجي. هلا الجاسترودينال ارتري بينقسم لقسمين، الرايت جاستريك ارتري اللي هو بيمشي على اللسر كيرف تبع المعده ليلتقي مع الليفت جاستريك ارتري اللي هو فرع من السيليك اكسس، فبيشكلوا هدول على الانحناء الصغير تواصل بيعطوا ترويه للجدار الامامي والخلفي للمعده. الفرع الثاني ديودينال ارتري كمان بينقسم لفرعين، شو بصير عندنا؟ ينقسم عندنا اسمه superior pancreatico duodenal artery، يعني بيعطي فرع للديودينوم وفرع للبنكرياس. ليش عم نحكي هالحكي؟ لأنه في عنا بعدين عنا inferior pancreatico duodenal artery حنشوفه بعد شوي اللي هو بيتفرع عن superior mesenteric artery. إذا عنا نحن superior pancreatico duodenal artery وعندنا inferior pancreatico duodenal artery، كلهم هدول بيتفاغروا مع بعضهم، لذلك احنا بنقول انه تروية المعدة غنية جدا بالدم. هلا عندنا القناة البنكرياسية لها اشكال عديدة جنينيا، لما بتفتح على القطعة الثانية من العفج الاثنا عشري بالامبولا فاتر، لذلك مثل ما انتم شايفين ان هلا هون عنا هاي القناة البنكرياسية وهي قناة اخرى جنينية اللي جاي من الهيد اوف ذا بانكرياس بهالشكل هذا. هون هلا في عنا A وفي عنا B وعنا C وعنا D وعنا
E وعندنا F وعندنا G، عندنا عدة توضعات. المهم النقطة المهمة إنه أحيانا لما نعمل تنظير معدة وبنعمل تصوير للطرق الصفراوية بالطريق الراجع، فحيدخل المنظر من هون ويدخل قسطرة. إذا كانت قناة البنكرياس مع القناة الجامعة متحدين بالفوهة ليدخلوا على القطعة الثانية من الأثنى عشري، فحيرتسموا التنتين معنا. أما إذا كان أحيانا في عنا فتحتين، فبتعود ممكن ترتسم معنا القناة البنكرياسية أو القناة البنكرياسية والقناة الجامعة الصفراوية كلنا على حدة. هلأ الـ anomalies of the pancreas، anomalies يعني الشذوذات الخلقية. عنا جنينيا عم تتشكل البنكرياس من عدة مصادر جنينية، فممكن يكون عنا ايبليزيا يعني عدم تصنع، هايبوبليزيا يعني نقص بالتصنع، وممكن يكون عنا هايبربليزيا. لما يكون في عنا هايبربليزيا معناتها بيكون الفانكشن تبع البنكرياس زيادة. وفي عنا هايبرتروفي، شو الفرق بين الاثنين؟ الهايبربليزيا يعني بيكون بيزداد عدد الخلايا البنكرياسية، أما الهايبرتروفي هي بتكون عن زيادة في حجم غدة البنكرياس مع بقاء عدد الخلايا. الديسبليزيا اللي هي جزء من الابليزيا اللي هو سوء تصنع، في عنا الفاريشن اند انوماليز اوف الدكتيزيا اللي هي بالقناة تشوهات بالقناة البنكرياسية، وممكن يكون عنا بنكرياس، ممكن يكون عنا بنكرياتيك ديفيجن يعني انقسام للبنكرياس لقطعتين، الهيد لحال والبادي والتيل لحال. عنا الروتيشنال انوماليز انه ما بتكمل دورانها. عنا الانيولار بانكرياس اللي هي البنكرياس الحلقية اللي بتحيط بالاثنى عشري، وفي عنا البنكرياتيك جول بلادر لانه هي بالاساس جنينيا الهيد اوف ذا بانكرياس يعني بيتولد او يتشكل جنينيا من نفس البداءة اللي بتعطي الجول بلادر. هلا في عنا البوليسيستيك ديزيز، وفي عنا الكونجينيتال بانكرياتيك سيست وسيستيك فايبروسيس اللي هذا ممكن يصير عنا ما بين البنكرياس وما بين الغدد التناسلية عند المرأة. هلا في عنا اكتوبيك بانكرياتيك تيشوز اكسسوري بانكرياس، هذا كله بدنا نفهمه نحن من خلال التشكل الجنيني، انه شلون عم يتشكل الجهاز الانبوب الهضمي من فوق لتحت، شلون بيطلع عنا الدنس فيسرا والهولو فيسرا، فوين ما ممكن يتوقف التطور هذا بيعطينا اضطرابات او شذوذات خلقية. يعني الفاسكولار انوماليز ممكن كمان نشوف تشوهات خلقية، والكوليدوكال سيست. الكوليدوكال سيست اللي هي القناة الجامعة الصفراوية اللي هي تتشكل مع المرارة الجنينية، فأحيانا هي بتتوسع كتير كتير وبتصير كيسية بدل ما تكون بشكل قناة. وعندنا الهورس شو بانكرياس يعني البانكرياس بشكل نعل الفرس، معناتها ما كملت الدوران حول القطعة الثانية من العفاج وتمت بشكل مفتوحة. الفيزيولوجي مثل ما قلت لكم انا قبل شوي، عن الاكسوكراين فانكشن، the pancreas secretes digestive enzymes in an alkaline pH 8.4 اللي هو bicarbonate rich fluid. اذا نحن في عنا الجاستريك اسيديتي بسبب الهيدروكلوريك اسيد اللي يفرز من بطانة او من غشاء البطانة للمعدة، بقابله
عندنا البنكرياس بتعدل الوساطة إفراز العصارة البنكرياسية الخارجية اللي هي قلوية. أما الإندوكراين فانكشن اللي هو بالنسبة للبنكرياس، في عندنا الكوليسيستوكاينين بإفراز الهرمونات الخمائر البنكرياسية الهاضمة، اللي هي بمجرد دخول الطعام إلى الاثنى عشري ويبدأ إفراز من الأوتوكراين سيلز تفرز الكوليسيستوكاينين أو البنكريوزيمين، نفس الاسم لنفس الهرمون، واللي هو بيفرز بيحرض على إفراز الدايجستيف إنزيمز، وهدول بيطلعوا حوالي 6 إلى 20 جرام دايجستيف إنزيم إنتر ذا جينوم إيتش داي، كل يوم في عنا إفراز ما بين 6 إلى 20 جرام من الخمائر الهاضمة التي تفرزها البنكرياس، هي الإفراز الخارجي. أما الإنسولين and glucagon secretion فهو الإفراز الداخلي، يعني اللي بيصير يفرز direct للدوران الدموي. هلأ هاي هي الصورة اللي حكيت لكم عليها قبل شوي، اللي هو بتشوفوا هون انه في عنا اكتر من اسلوب لدخول او تشكل الامبولا فاتر او مسرة اودي سفينكتر. هون ممكن تكون بفوهة واحدة، هون ممكن تكون كيسية قليلا، وهون ممكن تكون بفوهتين. ولذلك هون في نقطة مهمة جدا، طبعا قبل ما احكي، في عنا هون بتشوفوا المسرات او الخلايا الحلقية السموث مسل سيلز اللي هي بتسيطر على او ترتكس للكوليسيستوكاينين لحتى ترتخي وتخلي انه مفرزات البانكرياس ومفرزات الكبد يعني الصفراء تدخل عبر الامبولا فاتر لا تصب بالقطعة الثانية من الاثنى عشرية. المشكلة اللي كنت بدي اشير، القصة اللي كنت بدي اشير لها، انه بهي الحالة هاي لو افترضنا اجى المنظر بده يعمل ERCP يعني endoscopic retrograde cholangiopancreatography، فهون اذا كان عنده فوهتين خلقيا وممكن يدخل بهاي الفوهة، معناتها بتتصور معه بس القناة الجامعة الصفراوية، او ممكن يدخل بهاي الفوهة ممكن تتصور معه القناة البنكرياسية فقط، وممكن يفكر اذا عمل هيك انه والله قناة الجامعة مسكرة او مفقودة او ما انا موجودة خلقيا. شوفي عنا اسباب هاي حامشي عليها بسرعة لانه هي لا تقع ضمن الاطار الجراحي. The causes of raised serum amylase level other than acute pancreatitis. شوفي عنا، هلا عنا الاكيوت بانكرياتايتس طبعا المشعر تبعها هو ارتفاع السيروم اميلاز او اميليز. في عنا بحال بس هو يعني غده البنكرياس ترتكس لاي ديزاستر لاي مشكله فهي بترتفع، اما بحالات الاكيوت بانكرياتايتس فالسيروم اميلاز بيرتفع كثير، بيرتفع للالف للالف وخمسمية للالفين يونت. اما في حالات الرضوض او حالات التروما او حالات الانسلت فالابر جاسو انتستانال تراكت بيرفوريشن، مثلا في حال انسقابات القرحة حترتفع عنا السيروم اميلاز. بس شو بترتفع مثلا 300 400 500 بالميزنتريك انفاركشن احتشاء المساريقي، تورشن اوف انترا ابدومينال فيسكس يعني انفتال المعوي لأي سبب، سواء كان خلقي أو يعني بسبب جنيني أو سواء كان بسبب التصاقات. هلا في حالات الريتروبيريتونيال هيماتوما بالرضوض، اكتوبيك بريجنانسي، رينال فيلير، سلايفري جلاند انفلاميشن، كل هدول ممكن يترافقوا بارتفاع بالسيروم أميليز. الانفستيجيشنز للبانكرياس عندنا الاختبارات الدموية
serum enzyme levels, pancreatic function tests, مثلا ورم وعائي بالبادي اوف ذا بانكرياس، او حتى اذا كان في انسيلينوما اذا كانت كبيره واضحه، واذا كان هلا السي تي سكان ايضا بفرجينا، الام ار نفس الشيء، الاندوسكوبيك ريتروجريد كولانجيو بانكرياتوغرافي اللي هو الاي ار سي بي كمان بفرجينا قناة البنكرياس من الداخل هي مع القناة الجامعة الكبدية. الاندوسكوبيك التراساوند ايكو عبر المنظار يعطينا ضخامة بالهيد اوف ذا بانكرياس او اذا في عندنا ورم بالامبولا. تريل بلين راديوغرافي ممكن نشوف اذا كان في عندنا كالسيفيكيشن بجسم البنكرياس نتيجه ريكيرنت acute or chronic pancreatitis. chest x-ray ممكن تفرجينا اذا صار عندنا acute pancreatitis، ممكن نشوف يصير عندنا احيانا pleural effusion. والupper abdomen x-ray بتفرجينا اذا صار عندنا acute pancreatitis، ممكن يصير في عندنا paralytic ileus اللي هو الخزل المعدي المعوي، وممكن نشوف fluid levels. هلا هذا الكات سكان مثل ما تكون شايفين عندنا هذا enhanced computerized tomography scan of a man with chronic pancreatitis showing a focus of calcification. هون ها شايفين شلون هلا هون ما في مادة ظليلة، فهون chronic calcification marked by an arrow calcification in the head of the pancreas and a cyst adjacent. هاي في عندنا كيسة في البانكرياس. The oral contrast has been administered same area. هلا كمان عنا الكمبيوترايز توموغرافي سكان شوين هايبرفاسكولار انسيلينوما adjacent to the splenic vein. هلا شلون هذا اكتشفنا الكمبيوتر؟ شاف فيها اذا كان هذا مع مادة ظليلة فممكن انه يطلع عنا يبين عنا الفاسكولاريتي تبع الانسولينيما. وهون بهالحاله هي يعني اذا كانت واضحه العمليه بتكون سهله جدا. طيب هلا الاي ار سي بي بتعرفوا كل شو الاي ار سي بي اللي هو endoscopic retrograde cholangiopancreatography. هلا عندنا a normal pancreatic duct with filling defect of the duct of Santorini from the duct of Wersing. لاحظوا هون هلا هاي هون دخلت القسطرة، شايفين شلون دخلت القسطرة هون، وهون عندنا الduct of Wersing، هاي الduct البانكرياس. اللي هو البي هو الدياجرام بفرجينا يعني الشكل او الترسيم لاسلوب شلون بيفوت المنظار المعدي. شو عنا اختلاطات ممكن نشوفها بالنسبه للبنكرياس وفي حالات التهاب البنكرياس واللي بفرجينا اياها الايكو او السي تي سكان. هذا المنظر، هاي الكبد، عندنا ستومك. هلا هون الريتروغاستريك سبيس، الريتروغاستريك سبيس اللي فيها سودو سيست، بصير في عندنا التهاب بنكرياس حاد، بصير في عندنا وزمه، وفي عندنا منطقه البورتا هيباتيس السويقه الكبديه في افاها الفوريمن اوف اونسلو، الفوهه التي تتصل ما بين الثرب الكبير، جوف الثرب الكبير وجوف الثرب الصغير اللي هو خلف الجدار المعدي هون. وشو بصير في عندنا هون؟ بصير في عندنا نتحة كبيرة كتير ليش سموها سودو سيست؟ لأنه نحن بنعرف السيست إلها جدار وإلها بطانة وإلها طبقة متوسطة وإلها طبقة خارجية. أما السودو سيست اللي هو مثل شلون بالهيماتوما الورم الدموي بصير كيسة من مفرزات البنكرياس وهي غشائها حيكون تليف متليف بس
بتضغط على على المعدة لقدام وبتتشخص بالإيكو أو بالطبقي المحوري. طبعا معالجتها جراحيا كانت سابقا بالدخول عبر المعدة من الجدار الأمامي للجدار الخلفي لنفجرها، بنطلع بالمنظار انه يتفجر، انه بيدخل المنظر بيدخل قسطرة في براسها ابره وبيدخل لهون لجوا وبيسحب السوائل. ف بس هو عادة يعني السودوسيست ممكن تتراجع لحالها، لذلك مو دائما اذا ما كانت يعني عاملة ازعاجات سريرية مهمة فممكن الانتظار عليها الا حتى تتلاشى وتتراجع. هلا الاندوسكوبيك ريتروغريد هيك الـ RCP ممكن نحن نستعمله مو بس مشان الحصيات في قناة الجامعة والانسدادات الأمبولا فاتر وكذا، لا ممكن نشوف إذا كان في عندنا خصوصي اللي عندهم ريكيرنت بانكرياتايتس. هلا هدول شو بصير في عندهم؟ بصير عندهم تشوه بالقناة البانكرياسية أو بحالات البانكرياتيك كارسينوما بصير في عندنا الريجولار ستريكتشر مثل ما تكون شايفين هون. يعني هلا هون لكم هاي داخل هو المنظر، هاي القسطرة دخل بالأمبولة عم يحلق المادة ظليلة، هون ما ظهرت المادة، معناتها في تضيق شديد هون، معناتها في عنا مشكلة بالبنكرياس. طبعا هاي بنشوفها من الداخل، يعني إذا كان عند المريض عم يصير عنده ريكيرنت أكيوت بنكرياتايتيس ولسه ما كبرت الكتلة أو هذا، فالكتلة الهيد اوف ذا بانكرياس، فممكن انه ينعمل تنظير بالطريق الراجع لنشوف اذا كان في عندنا هون سواء كان تضيق التهابي او اذا كان تضيق ورمي، وغالبا حيكون ورمي. هلا هذا الام ار او المرنان، المرنان اللي هو ما بده حق المادة، لاحظوا هون في عندنا المرارة، في عندنا هون حصات كبيرة كوليسترولية، هاي القناة المرارية رايحة على المرارة، عندنا هون توسع بالمرارة بالقناة الجامعة الصفراوية، لاحظوا عندنا توسع بالقناة الجامعة الصفراوية يصل للأعلى وعند حتى بالقناة الجامعة الكبدية إلى التفرع للقناة الكبدية اليسرى واليمنى. ونلاحظ هون في عنا حصات منعقدة، هلا هي بيسموها floating stone، يعني هلا هي مانا سادة هون طالعة لهون، فهي بتطلع وبتنزل. بهالحالة إذا صار فشو بتعمل؟ بتعملنا recurrent jaundice. طبعا هاي إذا دخل عليها المنظر فممكن انه يحط سلة ويسحبها، وبده يعمل خزع لمسرة اودي، اودي سفينكتروتومي، خزع لمسرة اودي. هلا اذا طلعنا هون نحن في عندنا الاي والبي، هدول صور يعني الكارسينوما اوف ذا بانكرياس الهيد بانكرياتيك هيد از سين اون اندوسكوبيك ريتروغريد اللي عملناه في ضخامة. نفس الشيء هون ممكن نعمل under guidance aspiration biopsy عشان يعني FNA fine needle aspiration اللي ممكن تفرجينا انه في تبدلات نسيجية ورمية. لاحظين شو هون مبيني، هون الابرة داخلة من برا. هلا شو عنا الحالات اللي نحنا ممكن نتداخل فيها؟ دائما نحنا بنبدأ بنحكي على التروما الردود، إذا external injury to the pancreas also other organs are likely to be injured. يعني إذا واحد سيارة ضربته سيارة أو وقع أو وقع من شاهق أو كذا، فمو بالضرورة بس إنه البانكرياس نفسها تتأذى ولكن قد تكون مشاركة، يعني ممكن يكون عندنا أذية بالكبد، ممكن عندنا أذية بالطحال، ممكن يكون عندنا أذية بالمعدة، يكون عندنا أذية بالكلية. أهم شيء إنه نعرف إنه القناة البنكرياسية
ما تكون انقطعت او تشوهت او تأذيت. هذا هون بفيدنا السي تي مو دائما، اما الاي ار سي بي ار ذا موست يوسفول تيستس. السي تي بيجي ولكن الاي ار سي بي بيعملنا ديفينيشن اكثر. السيرجري انديكيتد اف ذا مين بانكاتيك ديسربتد. هلا يعني اذا انقطعت، فالحقيقه هون اذا مقطوعه القناه البانكرياسيه فمعناتها في عنا يعني ضروريه اجراء مداخله جراحيه. هلا بالمداخله الجراحيه حسب الموجودات، لو افترضنا انه التيل بس شقفه صغيره من هذا مقطوعه فممكن نشيل التيل اوف ذا بانكرياس. لقينا انه البادي اوف ذا بانكرياس از ديسربتد يعني مقطوع، فهون حسب خبرة الجراح ممكن انه يعمل مفاغرة ما بين عروة معوية وما بين القطعة البعيدة من البنكرياس، يعني بسموها انفاجينيشن، يعني بيدخل قطعة البنكرياس يعني اللي مقطوعة القناة، منطقة القناة، يدخلها ضمن عروة معوية وبيثبتها على اساس بصير بتصب بقلب لمعة الأمعاء. يعني يمكن أنه ينجح يمكن أنه ما ينجح. في هالحالة طبعا لازم يفجر المنطقة لأنه مفرزات البنكرياسية قلوية وهي راضة كيميائيا للبيريتوان، وبالتالي يمكن يصير عندنا التهاب بيريتوان أو نتحة بنكرياسية أو حتى أسايتس بنكرياتيك أسايتس بجوف البطن، وقد يضطر انه يا اما يدخل ويستأصل القطعة البعيدة او انه يحاول يعني يحل المشكلة يفاغر المنطقة اللي مقطوعة مع عروة معوية كما ذكرت. شو عندنا المشكلة الكبيرة اللي بتواجه الناس في الرضوض؟ هي البنكرياتيك فيستولا، الناسور البنكرياسي. نقطة مهمة لازم تعرفوها انه دائما اذا كان الجريان ضمن القناة البنكرياسية سليم، يعني عم بيوصل للاثنى عشري، عادة الفيستولا بتسكر. اما اذا كان في عائق سواء كان اياتروجينيك، يعني اذا سواء كان بالرد، رد من الخارج او رد جراحي او اي شيء، فما بتسكر الفيستولا. لذلك اهم شغله نحن انه نعرف الجريان ضمن القناه البنكرياسيه طبيعي. فنحن اولا ممكن نعاير المفرزات اللي عم تطلع من الفيستولا من الناسور على الجدار البطن، نعاير فيها الاميلاز. اذا تم عالي معناته الفيستولا شغاله، اما اذا بدي يتراجع يتلاشى ما أنت بديت تسكر الفيستولا. بدنا نعرف الأناتومي والفيستولا اللي هي ممكن أنه نحقن مادة ظليلة ممددة عبر الفيستولا، نشوف لوين واصلة، نشوف أنه إذا يعني إذا حقنا مادة ظليلة وصورنا فمنشوف أنه البانكرياتيك داكت is blocked or disrupted. يعني إذا نحن حقنا مادة ظليلة بالفيستولا ولقينا أنه ارتمت معانا القناة البنكرياسية بس ما ارتسم معانا الكونتينيويشن تبعها، انه ما صبت المادة الظليلة، ما راحت على القطعة الثانية من الاثنى عشري، وعندنا في عنا بلوكج، يعني عنا انسداد بالقناة. اما اذا ارتسمت معانا القناة البنكرياسية وبنفس الوقت لقينا المادة الظليلة طلعت للبريفري للمنطقة حواليها، فمعناتها انه في عنا disruption يعني انقطاع في القناة. هلا شو بدنا نساوي؟ نساوي انه نرجع المريض او المريضة للسواء الطبيعي ب fluid correction electrolytes، بعدين حماية الجلد مطرح ما عم تطلع المفرزات الفيستولا من البنكرياس، لانه مثل ما قلنا هي خمائر هاضمة فهي حتكوي الجلد تحرقه.
ولازم انه ناكد على وضع مفجر انبوبي وفعال وعم يشتغل، يعني عم يطلع مفرزات مشان نحمي جدار البطن. ممكن انه نحط نيزوجيجينال فيدينج تيوب، اللي هو انه نمرق انبوب انفي معدي معوي بيكون طوله مترين او ثلاثة، بيدخل للمعدة للاثنا عشري للجوجينوم للصائم، معناتها تجاوز منطقة الامبولا باتر، وبالتالي وبصير التغذية عن طريق هذا الانبوب. وطبعا ممكن نعمل ERCP لنشوف يا ترى الامبولا باتر فاتحة ولا ما فاتحة. ممكن نحط ستنت بالنسبة ل البنكرياتيك دكت إذا كانت مسكرة، وطبعا البحث عن السبب لنتابع البحث في أسباب حصول الأكيوت بانكرياتيتس. بيجي على رأس القائمة جول ستونز، يعني حصيات المرارة، بعدها الكهوليزم اللي هو الكحولية. طبعا ممكن يحدث التهاب بنكرياس الحاد بعد إجراءات الـ ERCP تصوير الطريق الراجع، وأصلا إذا كان عندنا التهاب بنكرياس حاد فالـ ERCP يعتبر contraindicated. ولكن في عندنا نحن الحقيقة مشكلة أحيانا إنه إذا كان في عندنا حصيات عم يطلعوا القناة الجامعة عبر الأمبولا باتر، فهدول كل ما بدها تطلع حصات ممكن يصير عندنا هجمة التهاب بنكرياس حاد. وهون التساؤل أو الموازنة إنه ما بين هل نعمل ERCP خصوصي إذا كان عملنا مثلا طبقي محوري وطلع إنه عندنا القناة الجامعة الصفراوية مليئة بالحصيات. هذا سؤال كتير كتير صعب وبده موازنة كتير كتير، لدرجة انه ليس من السهل انه اجراء الـ ERCP مع الخطورة العالية بحدوث او باستمرار حدوث التهاب البنكرياس الحاد. انه الابدومينال تروما الردود التي تشمل البنكرياس كمان تؤدي لالتهاب بنكرياس الحاد هو مرور الحصيات. طبعا من الممكن ان يحصل التهاب بنكرياس حاد ايضا بعد الجراحات التي تجرى على المعدة والامعاء وحتى بعد جراحة القلب. هلا الحقيقة بالامبولاري تيومر فممكن تعمل انسداد متردد في القناة البنكرياسية والرئيسية، يصير عندنا نوبات متكررة من التهاب البنكرياس الحاد. لأنه بالأمبولاري تيومر الحقيقة شو بيصير عندنا أحيانا؟ يصير عندنا يرقان متردد، يعني نخر في الورم الأمبولا، وبالتالي فالقناة بتفتح وبتسكر بتفتح وتسكر. عندنا أدوية ممكن تعملنا التهاب بنكرياس حاد، منها ستيرويدات، منها الايزو ثيوبرين، منها الاسبرانجيناز وادوية اخرى وحتى المدرات وحتى الاستروجينات. هلا الهايبر ثايرويديزم ممكن ان يترافق بالتهاب البنكرياس، والهايبر كالسيميا اللي هو قد يكون مرافق للهايبر باراثايرويديزم. في حالات التشوهات او الشذوذات الخلقية ممكن يحصل عندنا التهاب بنكرياس حاد، في حين الاوتو اميون بانكرياتايتس التهاب البنكرياس المناعي. هيريديتري بانكرياتايتس ممكن يتوارث الاستعداد لحصول البنكرياتايتس وراثيا، ممكن حصول التهاب البنكرياتيتس الفيرال انفكشنز خصوصي المامبس
بالكوكساتسي فيروس بي، بالماليوتريشن يعني بسوء التغذية، بسكوربيون بايت اللي هو لسعة العقرب، وعندنا شيء اسمه الايديوباثيك اللي هو المجهول السبب. كيف ندبر حالة الأكيوت بانكرياتيتس الحادة؟ أول شغلة المريض بيحتاج لأن يقبل في العناية المشددة. ليش؟ لأنه بحاجة، هو حيدخل بحالة paralytic alias، حيصير عنده خزل معدي معوي، حيصير عنده نقص في البوتاسيوم، ممكن يصير عنده أنيوريا أو ديسيوريا أو أوليغويوريا، فلذلك لازم يقبل في العناية المشددة. طبعا بده ينحط له سوائل وريدية كافية تحافظ له على الانترا فاسكولار كومبارتمنت. هون يعني معناتها لازم ينحط له سي في بي لاين، يعني خط وريدي طويل يصل حتى الأذينة اليمنى لتقنين إعطاء السوائل، بشكل أنه نخلي نحن السنترال فينس بريشر دائما مقبول، لا يصير عنده أوفرلود خصوصي إذا كان كبير بالسن أو يصير عنده نقص. طبعا بحاجة لإنفيزيف مونيتورينج أوف فيتال ساينز، يعني اليورين أوتبوت ينحسب تماما، غازات الدم تنحسب تماما، الخضاب الهيموتوكريت الكريات البيض الشوارد البول الكرياتينين وحتى خمائر الكبد، عوامل التخثر الكالسيوم السكر، كل هدول الأمور ضروري مراقبتهم وبشكل دوري يعني باليوم أكثر من مرة. لازم نحط له أنبوب أنفي معدي لحتى ترتاح المعدة. يجب أن يعطى أنتي بايوتيك وريدي كتغطية لتغطي الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف والأنايروبس. سي تي سكان إذا كان بالممكن إجراؤه فطبعا يفضل. طبعا في عنا سي تي سكان هون أنه لا يجرى في حالات القصور الكلوي، أو لا يعطى مادة ظليلة بالوريد في حالات القصور الكلوي. الاي ار سي بي كنت أشرت أنا قبل شوي بالسلايد السابق لمخاطر الاي ار سي بي، لذلك ينصح في حال حصيات يعني فرجان الطبق المحوري أنه في حصيات بالقناة الجامعة، فينصح بإجراء اي ار سي بي بعد مرور تقريبا 72 ساعة من السيطرة على الحالة تبع المريض، على حالة المريض السريرية، أو قبل أن يصل إلى مرحلة الكولانجايتس اللي هو التهاب الأقنية الصفراوية الصاعد. ممكن يوصل لمرحلة أنه يحتاج ينحط على الفنتيليتر على المنفسة، ممكن إذا دخل بحالة قصور كلوي حاد يحتاج للهيمو دياليسيس. النيوتريشن سبورت إز ريكوايرد، ويفضل أنه انتيرال نيوتريشن مثل ما قلنا يعني نيزو جوجينال تيوب مشان يتجاوز منطقة، مشان يتجاوز القطعة الثانية من الاثنى عشري. طبعا بنرجع بنأكد على انه ضرورة اجراء السي تي في حال امكان اجراءه، اجراء الاي ار سي بي في حال امكانية اجراء، لنعمل ديفليشن يعني انه نخفف الضغط على الاقنية الصفراوية ضمن الكبد. هلا الكومبليكيشنز اوف بانكرياتيتس، ما في شك انه التهاب البنكرياس الحاد هي حالة خطرة جدا على المريض، ممكن انه تنتهي بحصول بانكرياتيك ابسس خراجة في البنكرياس، ممكن يصير عندنا بانكرياتيك اسايتس اللي هو نزوح السوائل عبر غدة يعني من غدة البنكرياس الملتهبة المتوزمة إلى الخارج،
وممكن يصير عندنا سوائل بنكرياسية كمان في اللسر اومنتوم كافيتي، ممكن يصير عندنا التهاب بنكرياس نزفي، وممكن يصير عندنا سبلينيك فين ثرومبوسس، باعتبار انه السبلينيك فين هو بيمر بمحاذاة الذنب وجسم البنكرياس. سودو سيست اشرنا الها بالسلايدات السابقة، اللي هي الكيسة البنكرياسية الكاذبة. ليش بنسميها كاذبة؟ لانه هي تحصل في منطقة الثرب او الثرب الصغير الذي يقع خلف جدار المعدة الخلفي، وبيكون جدار المعدة الخلفي هو الناحية الأمامية. البريتوان الجداري الخلفي هو الناحية الخلفية، وعندنا الفوريمن أوف أنسلو اللي هي الفوهة التي تصل ما بين جوف الثرب الصغير وما بين جوف الثرب الكبير الأومنتال كافيتي. هاي الفوهة اللي هي بتعمل بصير في عنا حركية للسوائل، ولكن في حالة التهاب البنكرياس الحاد بسبب الوزن المعمم ممكن انه هالفوهة هاي تسكر. اللي هي بحب ذكركم من الناحية التشريحية، جدارها الامامي للفوريمن اوف اونسلو، جدارها الامامي هو من يتشكل من البورتا هيباتيس أو السويقة الكبدية التي تتشكل من الشريان الكبدي في الأنسي، القناة الجامعة الكبدية والمشتركة والقناة الجامعة الصفراوية المشتركة بالوحشي، وبيجي خلفهم البورتال فين، وبعدين بتجي الفوهة. هلأ الوجه الخلفي هو جدار البطن الخلفي و الانفيرور فينا كيفا، والوجه السفلي او الحافة السفلية هي القطعة الاولى من الاثنى عشري، والحافة العلوية هي اسفل الكبد. ها هي الفوريمن اوف اونسلو. هلا البسودوسيست ليش سميناها بسودوسيست؟ لانه هي كاذبة، لانها لا تحمل صفات الكيسة اللي هي يجب ان تكون في الها بطانة، إلها طبقة متوسطة وإلها سيروزا من برا. فهي الحقيقة شو بصير؟ هي تجمع للسائل اللي هو بيجي من النتحة التالية لحالة التهاب البنكرياس الحاد، وبعدين بصير في حواليه يتحجب وصير حواليه جدار ليفي. هاي الكيسة البنكرياسية الكاذبة هاي ممكن أنه ترتشف لحالها وممكن تبقى، إذا بقيت فهي ممكن تشكل عائق وضغط على المعدة، ويمكن تشخيصها من خلال إجراء الإيكو أو الطبق المحوري. وطبعا في حال استمرارها لأكثر من شهر ونص أو شهرين فيمكن بدون ما يتغير فيمكن معالجتها جراحيا بالدخول عبر البطن وعبر الجدار الأمامي للمعدة وعبر الجدار الخلفي للمعدة وتفجيرها إلى المعدة. مع وجود تنظير المعدة أصبح بالإمكان أنه تفجير هذه الكيسة على المعدة من خلال المنظار بإدخال قسطرة وبراسة إبرة تحت التنظير المباشر بالجاستروسكوب، و الدخول على الكيسة وتفريغها من السوائل. مهمة جدا هي الكارسينوما of the pancreas، الورم الخبيث في غدة البنكرياس. بالنسبة للديموغرافيك فاكتورز عندنا الايج مهم جدا، فهو تقريبا الانسيدنس البيك انسيدنس، طبعا هي ممكن تحصل بأي سن ولكن البيك انسيدنس يعني أعلى نسبة حدوث بتكون ما بين سن 65 لل 75 سنة. هي بتكون فيها يعني تندنسي لتكون لدى الذكور أكثر من الإناث. هلأ يقال بأنه هي بتكون لدى البلاك إثنيسيتي يعني العرق الأسود نسبة حدوثها أعلى منها في الألوان الأخرى أو بالعروق الأخرى. الانفايرمنت لايف ستايل
طبعا البداني، طبعا البداني السيجاريت سموكينج كما هي ضارة في كل شيء، كمان هي ممكن تؤدي أو تكون عامل مساعد على حدوث الكارسينوما أو the pancreas. الكارسينوما أو the pancreas عادة النسبة الأغلب هي بتكون بالhead of the pancreas. هلا احنا لما يكون في عنا كارسينوما بالhead of the pancreas، شو بيمر عنا بالhead of the pancreas؟ حتمر عنا نهاية القناة الجامعة الصفراوية المشتركة ونهاية القناة البنكرياسية، فهدول بدهم يسكروا. إذا كان الورم في رأس البنكرياس فالحقيقة حيصير عنا أعراض تالية للانسداد، اللي هي بصير عنا جوندس، يرقان انسدادي، وممكن يصير عنا حركة يعني حالات مترددة من التهاب البنكرياس الحاد المتكرر. في الحالة يجب إذا كان لم تحدث انتقالات بعيدة إلى الكبد، وإذا لساته الورم محتوى ضمن رأس البنكرياس، فيمكن إجراء عملية قطع رأس البنكرياس، ولكن باعتبار أنه هو متصل بالقطعة بالعروة الاثنا عشرية، فلا يمكن إلا الاستغناء عن العروة الاثنا عشرية أيضا. يعني بدنا نقطع نحن تقريبا ثلث المعدة البعيد، نقطع تقريبا ثلث المعدة البعيد يعني من ناحية الأنتروم والبايلوراس، بدنا نشيل كل العروة الاثنا عشرية بأقسامها الأربعة، يعني الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وبعدين نعيد المفاغرات ما بين الجسم البنكرياس والعروة الصائمية. وطبعا حيكون عندنا القناة الجامعة كمان حتكون قطعناها، وحنفاغرها على الأمعاء، والمعدة اللي المبتورة أو المبضوعة كمان حنفاغرها على الأمعاء. هاي تعتبر عملية كتير كبيرة، تعتبر تقريبا من أكبر العمليات في الجراحة العامة. في نقطة هون أنا بدي أشير إلها، أنه إذا كان الورم ليس في رأس البنكرياس وإنما في الأمبولا فاتر، فهي قد يكون من حسن حظ المريض، السبب أنه الأعراض بتجي باكرة، وبالتالي إذا شخص عملت ERCP ونأخذ وأخذت خزعة من الأمبولا وأثبتت أنه هي مالجننت، فممكن إجراء نفس العملية. طبعا في عنا طرق متطورة ل بايلوراس بريزيرفينج، يعني مع الحفاظ على الكونتينيويشن تبع المعدة، إلا أنه بتم عملية كبيرة. هلا الاناتوميكال فاريشنز، يعني وين تحصل البانكريا الكارسينوما اوف ذا بانكرياس، هي الموست كومون هي بالهيد اوف ذا بانكرياس، ممكن تكون بالبادي اوف ذا بانكرياس، ممكن تكون بالتيل اوف ذا بانكرياس، وممكن تكون بالامبولا مثل ما ذكرت قبل شوي. هلا الحقيقه لما بتكون بالهيد اوف ذا بانكرياس او لما بتكون بالامبولا فهي بتجي اعراضها باكره، اما لما بتكون بالبادي اوف ذا بانكرياس او بالتيل اوف ذا بانكرياس فهي بتجي اعراضها متاخره، وقد تتظاهر باعراضها المحيطيه بعد ما بصير فيها انتقالات موضعيه، بصير الام ظهريه، بصير هبوط وزن، بصير فقر دم، بصير اضطرابات، حتى قد تنتقل انتقالات بعيده بالاضافه للكبد، تنتقل الى الرئتين وهلم جره. فلذلك يعني اذا أعطينا الخيار فنقول الكارسينوما of the ampulla هي أفضل وحدة بالنسبة للكارسينومات تبع البنكرياس. إذا الكارسينوما of the ampulla هي تعتبر أفضل وحدة بالنسبة للكارسينوما in general بالنسبة للبنكرياس. طبعا مو دائما نحن بنقدر نعمل هالريسكشن، لأنه مجرد صار في عنا انتقالات باتجاه الكبد بالإضافة للانتقالات الموضعية وخصوصا للعقد اللمفاوية المحيطة واللي هي بتوصل للسيليك أكسس
او للسيلياك لينف نودز، فهون صار عندنا ما عاد نحن بنقدر نعمل ما يسمى بكيوراتيف سيرجري، اللي هي المعالجه نظريا الشافيه لسرطان راس البنكرياس. وهون شو صار؟ نحن المريض بده يشتكي من يرقان، بده يشتكي بعد شوي، يعني بيبدا بيرقان انسدادي يتبعه عدم امكانيه تناول الطعام، لانه حتنتشر الورم وحيسكر العروه الاثنا عشري. فبهالحاله هي كنا سابقا وقبل ظهور التنظير والاي ار سي بي بالذات ووضع ستنتات او القنيوات اللي هي بتفجر القناه الجامعه الصفراويه، كنا نعمل شيء اسمه سيرجيكال بيلياري باي باس وغاسترو جوجينال باي باس. يعني نعمل ناخذ عروه من الجوجينوم من الصائم ونرفعها لفوق من فاغرة. اذا كانت المراره موجوده وما انا ملتهبه وما فيها حصيات، فممكن نحن نفاغر المراره مع العروه الصائميه، بحيث انه بينتنزل الصفراء السائل الصفراوي عبر القنوات الكبديه الى القناه الكبديه المشتركه، وبتفوت عبر السيستيك داكت القناه المراريه ويصل المراري، ومنه تنتقل الى الجوجينوم اللي هو الصائم. اما اذا كانت المراره ملتهبه او متليفه وفيها حصيات، ف وكانت القناة الجامعة متوسعة بشدة، يعني ما يزيد عن 14 مليمتر، فبالإمكان سواء كانت المرارة مستأصلة أو نحن نشلنا المرارة ونعمل مفاغرة ما بين الجوجينوم كمان، سواء كان end to side anastomosis أو side to side anastomosis، ما بين القناة الجامعة الصفراوية المشتركة وما بين العروة الصائمية. الغاية أنه نعمل decompression لليرقان الانسدادي، فبصير يدخل الصفراء إلى الأمعاء مباشرة ويتراجع اليرقان. طبعا في إجراءات أخرى، مثلا أنه مثل ما قلت أنا قبل شوي، انه نحن ممكن نعمل نفس الاجراء بنفس الوقت، نعمل كوليدوكو جيجينوستومي اللي هو مفاغره ما بين القناه الجامعه الصفراويه وما بين الجيجينوم، ممكن نعمل كولوسيستو جيجينوستومي يعني مفاغره ما بين العروه الصائميه والحويصل المراري، وممكن نعمل غاسترو جيجينوستومي اللي نعمل مفاغره ما بين المعدة جسم المعدة وما بين. في مين عم يحكي انه نحن ممكن نعمل غاسترو انتروستومي، هذا حكيته انا. في مين يقول انه ممكن نعمل ديودينال ستنت. هلا ديودينال ستنت نحن ما عندنا خبرة فيه، هون ما بعرف مين هو اللي عنده خبرة به، لانه انا اعتقد ديودينال ستنت هي ممكن تكون فعالة ومفيدة، وممكن انه تسكر كمان. هلأ اذا هذا الشيء نحن مشان شو؟ مشان مكافحة اليرقان الانسدادي، وبنفس الوقت مشان منع مشان تسهيل تناول الطعام ومرور الطعام من المعدة الى الامعاء. اما المريض لما بصير عنده انتقالات موضعية، حتكون فعلا حتكون انتقالات وخاصة للظهر، وحتكون مؤلمة جدا، فهون ممكن انه هو بده يحتاج لأنالجيسيا يعني مسكنات، ولذلك بده يكون في نوع من البلان، في خطة انه نعطي مسكنات تدريجي. بالاول بتكون بسيطة خفيفة، وكل ما ازداد شدة الألم ممكن نزيد المسكنات حتى نصل الى، إذا ممكن يعني نبدأ بمسكنات بسيطة ونعمل اسكاليشن يعني زيادة في مقادير المسكنات وبشدتها للسيطرة على الألم.
هلا احيانا ممكن نعمل شيء اسمه سيليك بلكسوس بلوك، لانه احنا بنعرف انه العصب المبهم بياخذ الايفرنت تبعه من السيليك اكسس بالنسبه للمعده وللبانكرياس، فممكن ندخل تحت التنظير، وهذا نحن بنعملها هون في سوريا، ندخل بابره طويله تحت التنظير عند الفقرة الظهرية 12 ومنحقن، والمريض بوضع الاستلقاء على الوجه يعني فبرون يعني برونيشن، ومنوصل عند الفقرة 12، وبالتالي منحقن مادة منحقن مخدر موضعي ليدوكاين أو كزيلوكاين، ومنشوف إذا كان عنده استجابة وقال انه والله ألمه صار احسن، فبهي الحاله ممكن بعدها نحقن كحول او فينول لتخريب السيليك بلكسوس، وبالتالي نمنع انتقال الايفرنت يعني السيالات، انتقال السيالات العصبيه لتنقل حس الالم. هلا الحقيقه يعني مذكور في الأدب الطبي أنه ممكن نعمل ترانس ثوراسيك سلانكينكتومي، يعني هو خزع الودي الظهري، فهي على أساس أنه تسكن الألم وتحسن الحالة العامة للمريض. طبعا إذا بدنا نعالج يعني لما هو ما عاد يقدر سكرت مثل ما بقولوا، لما البانكرياس او قناه البانكرياس سكرت ما عاد يطلع الخمائر تبعها للامعاء، خمائرها ما عاد تخرج خمائرها للامعاء، فهو بده يحتاج لبعض الخمائر، والا حيصير عنده ستياتوريا اللي هو حيصير عنده اسهال دهني. طبعا من المتوقع جدا وغالبا حيصير في الديابيتس. والكيموثيرابي هذا سؤال كتير 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 صعب الإجابة عليه، الجراحين ما كتير بيآمنوا فيه، أنا واحد من اللي ما بآمن فيه أبدا، زملائنا الكيموثيرابيست بيآمنوا أنه لازم يعطوا كيموثيرابي للمريض. أنا رأيي الشخصي المعاناة اللي ممكن يعانيها المريض المدنف من الكيمو اوريدي، يعني المدنف هو بالاساس من سرطان البنكرياس وبتجي عليه الكيموثيرابي، فهي التدبير. اذا هلا حكينا التدبير عنا يا اما يعني عبارة عن تلخيص، يا اما عنا السيرجيكال ريسكشن اللي هو حكينا سميناه بويبلز بروسيجرز، عن الباليتيف بروسيجر اللي هي الجراحات الملطفة مثل ما قلنا اللي هي الوصل أو المفاغرة ما بين المرارة والصائم، أو ما بين القناة الجامعة المشتركة والصائم. ممكن ينحط، هلأ صار فعلا أنه ممكن ينبت تنظير بالإي آر سي بي، ينحط بيليري ستنت، ونحط الحقيقة أكثر من واحدة، لأنه البيليري ستنت مهما كان مقطعها هي ممكن أن تتعرض للإنسداد، وبالتالي كثير من زملائنا بيحطوا أكثر من ستنت، لأنه إذا سكرت وحدة بيكون في وحدة تانية موجودة، وأحيانا إذا سكرت ممكن الدخول مرة تانية بالمنظار ووضع ستنت أخرى. طبعا مثل ما أشرت قبل شوي عنا الكوليدوكو جينوستومي اللي هو المفاغرة ما بين القناة الجامعة المشتركة والصائم، وعندنا الكوليسيستوجينوستومي المفاغرة ما بين المرارة والصائم، والغاستروجينوستومي اللي هي مفاغرة ما بين المعدة والصائم. هذا المنظر اللي هو لارج امبولاري ادينوما، يعني تشخصت بالاساس على اساس ادينوما، وهي قضية لانه ليش يعني إذا ما أخذت عدة خزعات فممكن تكون مضللة. في جميع الأحوال الاستطباب كان وارد لإجراء ويبلز
بروسيجرز، ولذلك لانه طلعت بعدين انه هي ادينوكارسينوما ومسكر الأمبولا. طبعا هذا المقطع بعد استئصال الجراحي. أرجو أن نكون استطعنا تغطية موضوع البنكرياس الهام جدا من الناحية الجراحية، واللي هو ما بيقولوا مثل يعني اللي هو فعلا بالنسبة لحالات الورمية ما هو كتير ببيض الوش. أتمنى لكم التوفيق وتصبحوا على خير.